24 قسيس قائم بمقام نفيس راهب تقي قديس الكناسئ في كنيسة المنتصرين كاهن وادع وأمين كوكب القرن العشرين الكناسئ في لوس ولد في المنشأ في جو ما أبهى في حب ما أعلى الكناسئ في لوس في شبابك كنت مثال في التصرف والأقوال بركة لكل الأجيال الكناسئ فيلوس عشت مثل الملاك قديس منذ صبك ونلت رضا مولاك الكناسئ فيلوس كان محبا للصلوات وحضور الاجتماعات والتناول في القداسات الكناسئ فيلوس تعلم قراءة الإنجيل وحفظ المزامير والصلاة بكل تهليل الكناسئ فيلوس ارتفع فوق الأرضيات وتعلق بالسمائيات كان يحيا في الإيمان بثبات الكناسئ فيلوس اختاروا رب الصباوت لينال سر الكهنوت ويعلمنا طريق الملكوت الكناسئ فيلوس صلواتك من القلب بشوق وحنين للرب كان زمانك زمن الحب الكناسئ فيلوس قلبك كله طهارة حياتك لنا منارة عطاياك كانت بغزارة الكناسئ فيلوس يشفي المريض فينا وفي الضيق يعزينا والنجاح يعطينا الكناسئ فيلوس بصلاتك للقادر يعطي أولاد للعاقر ويرشد الحائر الكناسئ فيلوس وادع في حياتك كنت قدوة لأولادك بسيط في ملابسك الكناسئ فيلوس حيرت الأطباء في معجزة الشفاء أعطت للناس شفاء الكناسئ فيلوس شبهت قديسين عظام المناهر وأنبى براءم في الصلوات والأصوام الكناسئ فيلوس الجهاد في الصلاة والتواضع ما أحلى منك تعلمنا الكناسئ فيلوس والخلوة بعد الغروب محلاها مع المحبوب توبني يا رب فتوب الكناسئ فيلوس سافر إلى أورشليم لينظر قبر إلهنا العظيم وعد بفرح عظيم الكناسئ فيلوس أحب كل من رآه وصار الكل معه في طريق إله السماء الكناسئ فيلوس وهبوا الله المعجزات وأيضا أعطاه البركات واستجاب له الصلوات الكناسئ فيلوس كان يخدم ببساطة ومحبة مع طاعة وجهاد ووداعة الكناسئ فيلوس يلهج دوما في الصلاة والمزامير بالفرح على فه تهلل لمن نادى الكناسئ فيلوس مجاهد بكل التزام مع يسوع باهتمام لا يترك نفسه تنام الكناسئ فيلوس صف كثير من الألم لك
لكن شاكر في كل حال ومثال في الاحتمال. أبونا سئوفيدو رغم علمه الغزير وحكمته التي بلا نظير يقول أنا في الجهل أسير. أبونا سئوفيدو منه ترتعب الشياطين تشهد له في كل حين قديس مع السائحين. أبونا سئوفيدو كان يبكي بمرارة على كل نفس محتارة يعزيها بحرارة. أبونا سئوفيدو في حياته عاش الإنجيل ببساطة ملاها مثيل مختفيا كخادم جليل. أبونا سئوفيدو مقصد لكل غريب والمحتاج لأب حبيب والمجروح ليه طبيب. أبونا سئوفيدو الفرح في كلامه والسلام في مقامه والكل أحباؤه. أبونا سئوفيدو احتمل الأسقام وشكر إله الأنام وفرح بجبل قزقام. أبونا سئوفيدوس تنيح بسلام وهدوء واطمئنان إلى الرب الحنان. أبونا سئوفيدوس صيته في البلدان والكل صار عشمان في صلاته أمام الديان. أبونا سئوفيدوس صوبهم القديسين يعيشون على الأرض مساكين لكن في الفردوس فرحين. أبونا سئوفيدوس أبونا سئوفيلوس يا أمين أولادك محتاجين صلواتك كل حين. أبونا سئوفيدوس اذكرنا يا أبانا أمام عرش مولانا برحمته لا ينسانا. أبونا سئوفيدوس اذكر رئيس كهنتنا بشنودة بطرقنا أمام المسيح إلهنا. أبونا سئوفيدوس اذكر قديسنا أنبساويروس رئيس ديرنا ده حبيبك وحبيبنا. أبونا سئوفيدوس وملاك إبرشيتنا الساهر على خدمتنا أنبندراوس أسقفنا. أبونا سئوفيدوس اذكر كل كهنتنا وأيضا شمامستنا وسائر شعب ملتنا. أبونا سئوفيدوس تفسير اسمك في أخوان كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أبونا سئوفيدوس علم أجمعين. ختام هذا العمل نتقدم بالشكر لله الذي أعطانا هذه الفرصة أن ننال بركة قديسنا العظيم المتنيح الراهب القمص سئوفيلوس المحرقي، كما نشكر كل الذين تعبوا معنا في هذا العمل وبذلوا الكثير من وقتهم وجهدهم وأموالهم
حتى خرج هذا العمل للنور. كلمات الأستاذ جورج اندراوس والشماس عماد فهيم عبد النور. كلمات المديح من كتاب صخرة إيمان في جبل قزقان. ألحان وتوزيع موسيقي أستاذ محب صلاح. لحن ترنيمة أبونا سيوفيلوس القديس العظيم للأستاذ جورج اندراوس. شاركت في الأداء الصوتي وأشرفت على العمل فنيا المرنمة فايزة نسال. كورال مريان اسكندر، مريم الأمس غبريال، مير القس حنانية، أماني روماني. تم التسجيل باستوديو هوزنا بالزيتون. هندسة صوتية وديجيتال ماستر المهندس ميشيل عبد الملك. وحتى نلتقي في أعمال أخرى، أرجو دائما أن تصلوا لأجل ضعفي لكي يتراءف علي الرب إلهي ويغفر لي خطاياي الكثيرة جدا، لأني خاطئ وبدون رحمته وغفرانه ليس لي خلاص أو نجاة. الشماس بولس ملاك 2011.